هلو حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا على الناس ركزوا معي حبايبنا، مثل ما انتم شايفين اليوم بنزل حدث الدبل فيكتور الملون شباب، يعني نو كومنت. اوكي الجليد والنار. وتاني شيء يا اساطير، اليوم راح نفرجيكم شباب اهم الاضافات اللي راح تنزل بتحديث غدا يا اساطير. اوكي ليتز اند جنتلمان، قبل ما نبدا المقطع حبايبنا الكرام، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. حبايبنا لا تنسونا هيك باللايكات الحلو هيك، يعني الله يسعدكم وبارتاجاتكم حبايبنا. اوكي والبارتاج في الشريعة نفس الشيء، يعني بارتاج، فهمت علي؟ اوكي يا اساطير، مثل ما انتم شايفين شباب، اول شيء راح ندخل تمام نشوف حدث الجليد هذا، ومن بعد شباب راح نتنقل لل الاضافات اللي راح افرجيكم اياها يا اساطير. اوكي خلينا ندخل على هذا الحدث حبايبنا، نشوف شو وضعه شباب ونجرب الفيكتور. حبيبي والله، حبيبي والله هيك احداث بيعجبوني تمام، لانه بعرف شباب كم راح يكلفني، وبعرف كم ضربه وكم هذا معلم. اوكي ليك شباب، خلينا نعمل خلط البطاقات لنشوف شو راح يصير معنا هون. اوكي خلطوا، عجب، هل هي ترى راح يطلع لي باول لفه ولا لا معلم؟ هذا الفيكتور هذا الحبيب والله. اوكي دايما بيقولوا معلم لازم تجيب لازم تجيب هيد شوت معلم، الهيد شوت شباب هيك هون راح تكون، هي هون تمام بالوسط، هي فوق ما جابت هيد شوت معلم، خلينا نجيبه بالوسط لنشوف بيض. يا والله شباب انا بعرف يعني والله عم تعب حالي على الفاضي يعني، ومثل ما انتم شايفين يعني يعني بقول بالاحلام انه ممكن يطلع لي هذا السكين اللي يعني شباب هاي نضرب عليه سنه نشوف بيض. هذا هو شباب، والله هذا هو يا اخي، هذا هو هذا هو يا اخي، هذا هو هذا هو ما طلع بيض. اوكي كم باقي على معلم؟ باقينا هنا تمام ابلع يعني 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 ما بعرف شباب، يعني ما بعرف كيف يعني لما بتشوفوا الخلطه البطاقات وما بطاقات ولا اشياء وهذا الشكل على الفاضي يا معلم، يعني نفس الشيء بكل مثل كل لفات مثل كل احداث مثل كل شغلات شباب، يعني انا من بيضة هذا ما بعرف. اوكي حبايبنا شحنا الجوهر شباب الناقصه لنجيب هذا السكين، اجا حبيبي والله فيكتور شعر الماء حلو. خلينا نجي لهون شباب، نروح ندخل نجربه، ومن بعد شباب راح نفرجيكم الاشياء الاسطوريه، راح نفرجيكم يا شباب اضافات يعني عن جد لوز معلم. خلينا نجي لهون معلم، لا طيب ليش لا معلم هيك ما يعجبني هاللبس هي، لازم احط راسك ورا معلم، ما يصير هيك معلم، لازم احط راسك ورا معلم، شيء كثير مهم. اوكي هيك الوضع باللوز، هالحذاء هذا البنطال ما يمشي لحاله، البنطال معلم ما يمشي لحاله، نحط البنطال بنطال هو هيك البرازيل هيك صار شيء شيء مرتب معلم، صار شيء مرتب للوضع. اوكي ندخل على اسلحه الرشاش شباب، نجي الفيكتور حبيبي والله شو هذا. طبعا هون الشباب عندنا هون الفيكتور القديم اللي هو اللي تبع البطوله العالميه فيه هذول السكنات اللي بعرفهم بالفيكتور شباب اللي عندي اياهم، هذا هون عندنا اثنين من المدى وواحد مخزن ذخيره ودقة بيض، يعني معلم فيكتور بغير شيء رش، اذا بكون في دقة بكون احسن. قولي هون عندنا شباب الضرر والمدى، طبعا المدى هو نفس الشيء شباب، بس ولكن هذا فيه المخزن وهذا فيه الضرر، يعني معلم بعدين كشكل شباب شايفين معي تشوف شيء مرتب، ونفس الوقت حبايبنا بنقدر نعرضه بالفريق، يعني قولي حبيبي والله معلم. شلون عنده شيء افكت او اي شيء؟ خلينا نشوف، والله بيض معلم ما في شيء. اوكي ننسى خلينا ايوه هي شوف لوز، خلينا ندخل نجربه شباب بشكل سريع الفيكتور هيك معلم، نجيب كم هيت شتات من الصبح نشكلز امر الوضع الحبيب والله، هذول اللاعبين نسلم عليهم شباب نصبح عليهم يعني فهمتوا علي كيف، ثواني شوي حبيبي والله يلا روح. طبعا شباب هذا فيكتور وين هذا الفيكتور هذا معلم حبيبي والله، هون عندنا شيء 25 طلقة للطرفين تمام؟ قلنا نحن انه فيه المدى حلو، والله المدى تبعه يعني هذا المدى شباب 12 على 22 للفيكتور، سو اذا شلنا الاثنين شباب شوف وضعه بالمدى الاثنين شو بيصير؟ شوفوا شباب صار لونه احمر، شايفين شباب لما واحد لما تشيل واحد فيكتور وبس اثنين بيختلف الامر، 16 من بعيد شباب 16 بس ولكن من قريب معلم كيف؟ تعالوا روح نبربر الشباب من الصبح، تعالوا نحط لهم هي المثبت الثلاثة، وينه هذا وينه ابلع، يلا تعالوا نشوف الوضع هذول، صار نصبح عليهم الصبح هذول اللي عم يتدربوا صباحا معنا، نجيهم بالدبليو ابلع
سوري شاب، حابب اجرب شغل شاب، العب فيكتور بواحد وفيكتور اثنين، شوف الفرق. طبعا هنا على قرب شباب. وال 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 ولا راح بس 17 يضرب يا زلمه، ما بيرحم الفيكتور ماله. تعالوا تعال. بلا بلا ولا سوي، خلينا نشيل الفك هذا اللي هذا معلم الفك، حاول نلعب بواحد تاني بواحد فقط اشوف كيف وضعه هذا. والله يضرب 17 يعني بعد يعني يعني يدمج. بلا والله سبته هيد شوت يا زلمه، قتلوه يا الله. بلا ولا والله بيقدر واحد يعني يعني بيقدر واحد شباب يعني بالمسافات المتوسطه يبلوس. والله الصراحه يعني بيمشي حاله. تعال شوف يا اخي، بدنا نسلم على هذا كنا. ابلع ابلع معلم ابلع ابلع ابلع. اوكي شباب يلا معلم، كان يطلع هذا كمان بلع. انا قتلني معلم. اوكي اوكي يا سيدي، اوكي حبايبنا، خلينا الان شباب راح ننطلق الى الشيء الاهم، الشيء اللي هو حبايبنا الاضافات التحديث الجديد. خلوك معي، اللي ما حطيت لايك انزل تحط اللايك. بس انا حطيت لايك، عملت شير، عملت كل شيء. يلا الان ننتقل للجزء الثاني شباب المقطع. اوكي يا اساطير، طبعا شباب انا مجهز لكم بعض من الصور حبايبنا، تمام؟ لنشوف شباب اهم الاضافات طبعا راح نشوفها. وطبعا شباب غدا اول ما يصير تحديث شباب راح ندخل مع بعض ونشوف كل الاضافات المنازله، يعني نزلت لكم مقطع مباشره شباب اول ما يتجدد التحديث. اوكي يا اساطير، انا راح افرجيكم اهم يعني الاضافات اللي راح نشوفها مع بعض شباب، واعطينا لكم بالتعليقات. اول اضافه شباب اللي هي اللي راح يكون في سلاح جديد، يعني سلاح مخصص، تمام؟ اوكي لتعبئه الدم. اوكي يا اصدقائي، بيعبي دم بشكل نار، تمام؟ ونفس الوقت شباب راح يكون في تبعت الاسلحه اللي بتزيد دم راح يكون في شيء اسمه التعيين التلقائي على الامتلاء الفريق. فهمت علي كيف؟ فهمت علي كيف حبايبنا؟ تمام؟ وفي شباب في شيء اضافه ثانيه اللي هي مرفقات الدرع، يعني راح يكون في شباب مثل ما بتعرفوا الام 60 فيه قطعه، مثل الام 14 كمان له قطعه. فهمتوا علي كيف؟ يعني راح يكون للدرع والخواص شباب اضافات يعني بلوز. وبالنسبه لشباب لساحه التدريب اللي كنا فيها من شوي شباب راح تختلف مكانها والاشياء، يعني راح يكون في تغيرات شباب بالساحه مثل ما انتم شايفين شباب هون، يعني والله في تحسنات حلوه يعني شايفها راح تكون اكبر، يعني تغيرات حلوه كثير كثير بلوز. اوكي شباب، لمحبين الكلاس سكواد والاشياء والاشياء معلم، يعني هالاضافات شباب اللي تغيرت يعني عن جد ما كنت متوقعها ابدا. وشي شباب اللي منتظره شباب اللي هون مكتوب عليهم راح يكون في وضع 6 ضد 6، يعني باللوبي راح نكون 6 ولا كيف؟ يعني ما عم بفهم شباب شو راح يصير هون حبايبي. اوكي بالنسبه لهي الاضافات تبعت الكلاس سكواد يا اساطير، اوكي مثل ما انتم شايفين شباب راح يكون في يعني 6 لاعبين، ولا صراحه 6 ضد 6 تكون متاحه في الغرفه المخصصه، يعني ما عاد افهم شباب، ممكن هل يا ترى غرفه روم او وضع كلاس سكواد كامل؟ راح نشوف مع بعضنا يا اساطير ان شاء الله لما ينزل الحدث وراح نكتشف الامر يعني حبيبي والله. اوكي هي بكون خلصنا كلاش واد. هون عندنا شباب تحديثات اللي هي جديده، راح يكون في نقاط الاحياء راح يختلفوا شوي، راح يصير يعني راح يصير شوي باختلاف، راح يصير يعني توازن الامر. وتبعت الدروبات شباب راح تنزل بشكل يعني راح تنزل مثل الدروب، ينزل دروب شباب ونقدر نتسوق ونشتري الاشياء منها شباب، الماكينه وكل الاشياء يعني النزال الجوي لاله البيع، تمام؟ يعني اتس كول معلم. وراح يكون في تعديلات شباب بمنطقه القلب، يعني ممكن راح يكون في تعديلات يعني حكوا عنه انه راح يكون في عدل اكثر، يعني ممكن شباب هون يعني يستمر في السيطره حتى المنتصف، يعني ممكن شباب بنص الزون يروحوا القلوب مثلا او ممكن يقللوا القلوب. فهمت علي؟ يعني راح يرجع يعني نرجع مثل ايام زمن، يعني يكون وضع ريلاكس. اوكي حبايبي، هون يا شباب عندنا هون عناصر مثيره وجديده في ارض الحرف، يعني شباب راح يكون في زيادات عناصر، مثلا ممكن سيارات، ممكن بالونات، ممكن مركبات، اطارات، مباني معلم. راح يكون في اضافات بالخريطه، يعني شباب ممكن الاضافات راح تكون فقط بخريطه برمودا المحدثه او ممكن بشيء ثاني. لهيك شباب يعني الظاهر هذا التحديث راح يكون لوز اللوز. اوكي شباب، واللي بعده اللي بعده شباب هون في شيء اللي عن جد كثير عجبني بالتحديث اللي راح ينزل غدا، اللي هو شباب ركزوا معي كيف
الهوني لما نرمي شيء عنصر بنقدر نرمي اللي بدنا اياه. يعني مثلا عندنا شيء 10 توكن او 5 توكن نرمي بس اللي بدنا اياه شباب من الطلق او يعني اللي بدنا. مثل ما انتم شايفين شلون على اليمين حبايبي شيء لوز اللوز يعني صراحه راح نستفاد كثير بهذا التحديث. سو حبايبنا الكرام مثل ما انتم شباب راح يكون في اضافات اعتقد اكثر من هيك للساعه هذا الشيء بس فقط كم اضافه هيك بشكل سريع اوكي. راح نكتشف كل اشياء شباب يعني ان شاء الله يعني غدا راح يكون التحديث 28 شهر تمام. التوقيت شباب راح يكون ما بنعرف شباب انت بتسكر بالعاده بتسكر الساعه 4 الصبح تفتح الساعه 12 ولا 2 المهم شباب يعني نحن راح نكون بانتظار اوكي. اهم شيء شباب نصيحه للكل اللي يعني تقريبا غدا صباحا تقريبا على 10 11 تاكدوا حبايبنا الله يسعدكم انكم تروحوا تحدثوا اللعبه من البلاي ستور او اذا انتم عندكم الايفون تحدثوها شباب تحدثوها مباشره لانه مرات كثير شباب معنا عندي متابعين بيقولوا لي كيف عم ندخل احنا ما بنقدر لان حبيبي مالك حدث اللعبه من الستور اوكي. اهم شيء تحدثوها شباب صباحا تمام عشان تنتظروا بس لما تتحدث كم عليكم تفتحوها بيكون الامر تمام اوكي يا ساتير. سو حبايبنا هيك بكون تام مقطعنا اليوم. شو عجبكم مقطع بننتظر ان شاء الله شباب متحمسين لتجربه التحديث نجرب كل هالمودات كل الاشياء الجديده راح نشوفها مع بعضنا بشكل عن قرب اوكي. لا تنسونا شباب اللايكات والشيرات والاشياء الحلوه حبايبنا. هيك بكون تام مقطع ونلكم تشاو.